خطبنا الناس قلبان يعني. يوم ما خطبنا سألتها انت بتحلمي بايه؟ قالت انا بحلم ان انا ازور مصر. وانت بتحلم بايه؟ قال لها انا بحلم ازور الصين. فهم شغلتهم على قدهم، فاحنا قعدنا نحوش طول عمرنا لغايه ما نطلع على المعاش هنعمل فسحه كبيره وزياره طويله لمصر وللصين. شيء رائع. يعني هو بيقول الكلمات ده واحد عايش حلم زياره مصر. يا بختي ده انا عايش في مصر. مصر حضاره، ومصر ايضا صولجان، صولجان معناها قياده، ومصر تقود العالم فعلا. صح ممكن النهارده نكون عندنا ضعف اقتصادي، لكن ده ضعف مرحلي زي اي واحد بيمرض له يومين ثلاثه وهيقوم ويرجع لصحته. صولجان وجلاله هي قائده. وعندما نزور بعض الدول في العالم نجدها دول من 200 سنه، من 300 سنه، من 500 سنه بالكثير يعني. لكن لما ننظر لمصر ننظر انها جد شامخ. ثم ان مصر ايضا رايه خفاقه. مصر استعمرها نوعيات واساتذه التاريخ يدرسون.